نتيجة النادي الأهلي، الناس دايما بتحب تسمع الكلام ده من نجومها. الأول خلينا نبارك لمجلس إدارة عشان الانتخابات الجديدة أيوة. الأخرانية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله مزيد من النجاحات في الفترة اللي جاية. بدايتي 95 كنا في منتخب، كنت في منتخب مصر مع كرول، بدأت جنوب أفريقيا أنا أتذكر، كنت معاك وأنا بس كنت لسه أيوه وإحنا موجودين كان كنت راجع من المفروض إن أنا مسجل في ليفسكي بس مش عايز اروح. انت اللي مش عايز تروح؟ الدنيا لان كان في تحول في بلغاريا من الشيوعيه، انت عارف الفتره دي من 90 من سقوط حائط برلين كل الدول الشيوعيه كانت خلاص بتتحول كلها. فكان طبعا ما كنتش فاهم الكلام ده كويس، لان لو كنت فاهمه ما كنتش رحت. انما لما رحت بقى عرفت في خلال 6 شهور اللي انا كنت قعدت فيهم كانت الدنيا بقى صعبه جدا، صعبه، فوضى في الشارع وكانت في مشاكل كتير. كان في، وبعدين جات لي تهديدات من جماعات نازيه هناك موجوده الاجانب وحاجات كده، بالرغم من ان النادي كبير جدا وكنت مبسوط ككوره، انما ما كنتش مبسوط بالاجواء والقعده محيطه يعني. فطبعا قررت ان امشي على طول. بعد 6 شهور خدنا الدوري والكاس، وفي الفتره دي في الفتره اللي قعدت فيها قلت لهم خلاص مش جاي ولازم امشي، كنت طبعا مع كرول، وكرول كان بيعتمد عليا كتير وكان بينتقد كتير جدا في الفتره ديت، لان انا ببقى معاه في المنتخب ومش في نادي المفروض، يعني مش في نادي بتمرن انما في نادي مسجل، فبيقول لي انت بتحرجنيش اكتر من كده، وكان في كلام ساعتها مع ناس زمالك، فقال لي ما تحرجنيش اكتر من كده. فكانت القعده، كان المنتخب معانا كان وليد وهادي، فبيقولوا لي يا كابتن هو ايه المشكله ان انت تيجي النادي الاهلي؟ هو في مشكله تيجي النادي الاهلي؟ قلت لهم لا طبعا ما فيش مشكله اجي النادي الاهلي، لو عرضوا عليا هاجي. كابتن وليد صلاح وكابتن هادي خشب. فقلت له قالوا لي معقوله يعني؟ قلت له الكلام ده بقوله اول مره، ما اتقالش قبل كده. فقلت لهم ما عنديش مشكله خالص طبعا، بس حد يتكلم معايا. حد يتكلمني يعني. فقال لي طب خلاص الموضوع سهل يعني. فبعد شويه فتره كده تواصلنا مع حد بقى، كنت رايح اتحاد الكوره اخد الباسبور بتاعي، فقابلت حد في اتحاد الكوره مش هقول اسمه. ليه؟ ما هو دلوقتي عنده شويه صعوبات. تمام. كلمني وقال لي انت رايح فين؟ قلت له رايح خلاص اخلص الناحيه الثانيه. بعد كان قبل الكلام بقى ما يبقى جدي جدا، انت بصبر استنى شويه ما تعملش حاجه ما تعملش حاجه. فغاب ربع ساعه كده او ثلث ساعه، دخل النادي الاهلي وراح جاي لي قال لي تعال نتقابل الساعه 5 النهارده عند فلان الفلاني. فلان الفلاني ده كان في الدقي. رحنا قعدنا وكان كابتن ثابت موجود الله يرحمه. الله يرحمه. فقال لي في الموضوع 1 2 3 4 وكذا كذا، قلت له انت عايز ايه؟ فقال لي كذا، رحت واخد راح جايب لي العقد، قلت له رحت ماضي عليه وقلت له على طول كده على طول، مع ان انت بقالك اسبوعين ثلاثه يعني بتتفاوض مع انديه اخرى. ما القصه في ان انت تيجي النادي الاهلي كانت حاجه مختلفه طبعا، لانه لما ترجع من اجواء كلها احترافيه ونظام وظبط وربط والتزام، اما ترجع على تخش النادي الاهلي من الباب الكبير طبعا اكيد ما بتحسش بغربه. ايوه. فانت ماشي في اللين اللي انت كنت سايبه ماشي فيه على طول، فدي بالنسبه لي كانت خطوه كبيره ان تساعدني على الاستمراريه بالاداء اللي انا كنت شغال بيه بره. ودي كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا عرضوا ساعتها على هولمان، فهولمان قال لهم وروني شريط لي اخر شريط لي. فطبعا اخر شريط دي كنا في جنوب افريقيا في الدوره الوديه قبل كاس الامم الكبيره، فبعد ما شاف 10 دقائق قال لهم لا طبعا يعني نقعد بقى ونخلص القصه. ودي كانت بدايه دخولي على طول من النادي الاهلي. كان الجيل ده بقى كابتن هادي وكابتن وليد كان الجيل ده ومجموعه من اللاعبين شوبير، كابتن شوبير طبعا، أسامة عرابي، حسام، إبراهيم، هادي، وليد، كان ياسر ريان،
لا كنا كتير قوي يعني، مجموعة كبيرة، محمد يوسف، فيليكس، محمد يوسف، ومحمود ابو الدهب، كابتن محمود، مش عايز انسى حد، مشير حنفي، عمرو الحديدي، مش عايز انسى حد عشان يبقى الشكل، انت عارف الاسم اللي بيتنسي بيبقى بتحصل مشاكل. وبعد كده دخل سمير كمونه السنه الثانيه، دخل سمير كشري. كمونه واحمد نخله واحمد كشري، فلا كنا فرقه تقيله يعني، كانت اجيال كنا فرقه تقيله، عظيمه فرقة الحقيقه، كان اجيال عظيمه في الفتره دي. كابتن مجدي، انت من اللاعبين القليل لعبت في انديه كتيره جوه مصر كمان بعد ما رجعت من الاحتراف الاوروبي، اهم ما يميز النادي الاهلي ويخليه يختلف عن بقيه الانديه الاخرى ايه؟ ما زي ما قلت لك، هو اللي حضرتك قلته في البدايه، الانضباط، كل واحد عارف شغله، ما فيش حاجه يعني. مثلا في انديه كل عضو مجلس اداره يجيب لعيب او يجيب 2 لعيبه ويبقى عايزهم يلعبوا، فدي بتبقى انت فاهم القصه بتبقى ماشيه يعني ازاي. مجد طلب عضو مجلس اداره في النادي الفلاني عايز جاب اسلام فيلعب اسلام، ايوه عايز يبقى زعلان ان اسلام ما بيلعبش، اوكي واخد بالك انت. فالقصه دي لا، ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي. النادي الاهلي في سيستم، وبعدين كل واحد عارف شغله، دي اهم نقطه في النادي الاهلي. اجيال بتسلم اجيال السيستم، اجيال بتسلم اجيال السيستم، كله بيدخل جوه السيستم. فدي نقطه، هي دي اللي منجحه النادي الاهلي، وهي دي نقطه التفوق والاختلاف الكبير اللي بينه بين النادي الاهلي وبين، وعن طريق ده بتشوف دايما في ابتكارات بتتعمل بيبداها النادي الاهلي، وبعد كده ياخدوها بعض الانديه الاخرى، في زي منصب مدير الكوره، زي منصب مشرف عام على الكوره، زي صح مناصب كتير قوي النادي الاهلي بيعملها، المسمى بيعمله بجوب ديسكريبشن، الباقيين لما بياخدوا المسمى بياخدوا المسمى مسمى وخلاص وخلاص. يعني نادي الاهلي احمد مدير كوره، نعمل اعمل مدير كوره، ما حدش عارف دي طبعا فرق يعني كبير. مهام الوظيفيه، مهام الوظيفه بتاعت اللي بيشتغلها المكان ده ايه، ما يعني اهو بنعملها خلاص، طالما النادي الاهلي عملها. بالظبط. الفتره يعني مثلا احنا الجيل بتاعنا كان مثلا، انت يقول لك ايه، بركات هو دمه خفيف، هو اللي بيعمل، اللي بيهزر، اللي بي اللعيبه، تقول رضا عبد العال، ورضا عبد العال عملنا فضيحه. رضا عبد العال كابتن طبعا، رضا اصل دلوقتي يعني رضا طبعا كان من بيطلع اللعيبه يقول الكلام المهمين في الوقت يضحك ده. يعني. لا هو رضا كابتن رضا برضو كان ساعتها هو اللي، هو انت لسه بتقول اللي بيعمل، هو رضا اللي كان بيعمل كل المقالب فعلا، ما كانش، كان مسخره والله. رضا كان مش طبيعي. رضا كان في مره اسامه عرابي بيحب يقعد في المغطس كتير، العظمه ما بتكبر بقى، فبيحب يقعد يراكلس، فبياخد يعني كلنا بنزهق بقى، اطلع بقى كفايه، المايه بردت والبخار خلص، كل لا حاجه هو ساعه ونص اطلع ساعتين بتنقع. فرضا قرر انه يجيب له تعبان، ومطرن تعبان صغير كده، تعبان مطرن حقيقي، تعبان حقيقي، اطلع عسامه سيبوني شويه، اطلع عسامه، راح رميه له، يا نهار اسود طلع جاري من المايه، كان موقف رهيب.